أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز بأهم وآخر الأنباء. أكدت الجبهة الثورية على مواقفها الثابتة من دعم العملية السياسية المفضية إلى التحول المدني الديمقراطي تحقيقا لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القيادي للجبهة الثورية، حيث ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة أبرزها مسودة الإعلان السياسي المقدمة من الأطراف المشاركة في ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. وشدد الاجتماع على ضرورة خلق تحالف عريض يضم قوى الثورة وقوى الانتقال من أجل إنجاح العملية السياسية. أكد والي غرب كردفان المكلف خالد محمد أحمد على أهمية تطوير الزراعة وإدخال التقانات الحديثة والبذور المحسنة لأجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني والمحلي. وقال لدى مخاطبته أمس احتفالات مشروع بناء المرونة مع التغيرات المناخية في القطاع الزراعي والرعوي التقليدي بيوم الحصاد بمحلية الصنوط، والذي جاء تحت شعار من أجل مزارع مستنير بالتغيرات المناخية تطلع لنهضة خضراء مستدامة. وقال إن حكومته تولي الزراعة أهمية كبيرة، مشيدا ببرامج مشروع المرونة وإسهاماته في مجالات الزراعة والغابات والمياه والمراعي. وصف والي غرب دارفور الجنرال خميس عبد الله أبكر لقاءاته التي تمت خلال زيارته لولاية شمال دارفور والحكومة الاتحادية بالخرطوم بالمثمرة، حيث بحث خلالها قضايا انتهاكات حقوق الإنسان بالإقليم والسعي لاتخاذ عدد من القرارات المحلية والإقليمية والدولية بشأن محاكمة المجرمين. جاء ذلك خلال التنوير الصحفي الذي قدمه أمس بصالة كبار الزوار بمطار الشهيد الصبير الدولي حول نتائج زيارته لولاية شمال دارفور والعاصمة الاتحادية الخرطوم ولقائه بالمفوض السامي لحقوق الإنسان ومدير السلم المجتمعي لشرق إفريقيا بالأمم المتحدة ومدير السياسات الخاصة بالسودان في الأمم المتحدة والآلية الثلاثية. نظمت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بإقليم النيل الأزرق بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان أمس بالدمازين ورشة تدريبية للكوادر الصحية بمشاركة ممثل مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالنيل الأزرق. ولدى مخاطبتها انطلاقة الورشة قالت مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل زهرة السنوسني إن الورشة التدريبية تستهدف عددا من الجهات التي تعنى بتقديم الخدمات للناجيات من العنف. أخيرا ورياضيا، سطر المنتخب السعودي لكرة القدم تاريخا كرويا جديدا للأمة العربية بفوزه على التانغو الأرجنتيني بهدفين لهدف ضمن منافسات كأس العالم التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في نسختها 22. وفي ذات المنافسة مضت الفتوحات العربية الرياضية بتعادل المنتخب التونسي في لقائه مع المنتخب الدنماركي. انتهى موجز الأخبار. لمزيد زوروا موقع الشروق على الانترنت الشروق.net. في رعاية الرحيم.